السلام عليكم صحاب طوركم، مرحبا بكم. الفيكتيم تاع حلقة اليوم هو الممثل بلال باراكودا اللي جبناه الايميسيون كيما باقي لي زانفيتي الاخرين باش سوا ديزون نعاونو خونا معمر ويروح يدير دي بروتيز في المانيا. مشاهدينا الكرام ما تعرفوش حلقة اليوم لانه الانفيتي تاع اليوم واسمه بلال باراكودا، ابقوا معنا. نروح نشوفوا هذا الفيتياغ، هذا التقرير اللي اعدته الزميله سميه امير. كم هو صعب ان تفقد والديك في طفولتك، وكم هو مؤلم وشاق ان تضطر للعمل وانت دون سن العشر سنوات. صرات لي اكسيدون قياترا من هذاك العام وانا سوفريت هنا بزاف، زيد الناس يخزروا فيك خزره ماشي مليحه، ما تولي حقروك بالخزره ديالهم. ماذا بيا ان شاء الله نطلب من الناس تعاوني باش نروح ان شاء الله لالمان ندير لي بروتيز تما ان شاء الله، قيمه 700 مليون سنتيم. كؤوس علقم تجرعها عمار مجبرا، اصابه الياس فحاول وضع حد لحياته. بلاد احنا تاعنا معاقي سفري بزاف البلاد، ولحقت وين حتى سيت ننتحر شعر مخطره، ومن بعد الحمد لله دوكا مازال الامل الحمد لله. 700 مليون سنتيم قيمه عمليه عمار لوضع رجلين صناعيين بالمانيا. وبتمني ان شاء الله نولي كيما انا كيما الناس. إذا مشاهدينا شفنا هذا التقرير اللي كان أعده قسم الأخبار على حالة معمر، وكذلك الآن بدون إطالة نروحوا مباشرة لمعمر. معمر، لما تكلمت قلت تصريحات تقطع القلب، يعني حبيت تحرق حبيت تنتحر، لكن قبل ما تحكي لنا علاش هذا الشيء حكي لنا كيف حتى صارت لك هذه الحادثة. السلام عليكم. في الأول نشكر قناة البلاد الحصات هادو، يعطيكم الصحة. دايما شغل نشوفو حالة تاعي ما تبانش مع الحالات اللي جازو. كنت صغير، كنت مع يما وبابا، درنا اكسيدون كنا صغار. الوقت هذا توفى والديا، على واش شفت في هذا التقرير وعلى حالة معمر. ما قدرت نهضر. حالة تعبر عن نفسها اخويا. بزاف والله، غير بزاف. كملنا القصة تاعك. صارت لي اكسيدون، توفوا بابا وهما ربي يرحمهم. الله يرحمهم. خويا فريد ما تبكيش، خويا معمر ما تبكيش، خويا انا قاعد معاك والشعب قاعد معاك، ما تخسرش قاع راسك خويا. عبك بلي الشعب الجزائري في حاجة أنت ما على بالكش بها، اللي في الدول العالمية ما نصيبوهاش، في العالم كومبلي ما نصيبوهاش. قولي وشن هي. الشعب الجزائري حنين كريم، وفي وقت شدة يوقفوا مع بعضهم بعض. فهمتني؟ ديرها مليح في بالك، وهذا ابتلاء من عند الله عز وجل. ان شاء الله هاك فاهم كيفاش؟ ان شاء الله بربي فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله هكذا. معمر، بعد من الوقت هذاك رباني جدي، كنت صغير هو اللي رباني، هو اللي تكفل بيا، بقيت عايش معاهم. بعد انا بديت شويه نكبر، وهو شغل الانسان قيس روحو، تسمى ما يقدرش يصرف عليا بزاف. نحيو معمر ونحيو جدو اللي راه موجود هنا، الحاج محمد. واش راك؟ مرحبا بك. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله.
يطلب من الجمعية ومعاونة في سبيل الله باش نخدم له كرعيه باش يوقف على كرعيه إذا كنا حيين. والمكتوب ونشكر قناة البلاد ونشكر القناة الخيرية الجمعية الخيرية. أنتم جبتكم الجمعية الخيرية تيسير الخير. السيد زواوي نصر الدين مساء الخير مرة أخرى. اليوم حالة معمر وش تعني لك؟ كيف حتى يعني احكي لي عليها شوية، يعني وش عاونتوها وش ساعدتوها وش قدمتوا لها الحالة؟ هي في الحقيقة الأمر هذه الحالة هذه لفت الانتباه تاعنا، لأنه سمعنا بلي كان يأس حاول يحرق مرتين، حاول يحرق وحاول ينتحر مرة ثالثة ينتحر. احنا قلنا ان شاء الله نكونوا سبب باش نخفوا عليه، ومبلغ تاع الأرجل الاصطناعية يديرهم في ألمانيا تكلفة تاعهم حوالي 7 ملايين دينار، يعني 700 مليون سنتيم. يفهم المشاهد هذه هي. وانتم جمعتوا له المبلغ هذا؟ جمعنا له حوالي 150 مليون سنتيم. نعم. طيب على ذكر اليأس نروح للأخصائية الاجتماعية سيدة إلهام مساء الخير مرة أخرى. لماذا يصل الفرد حتى يفكر في الهجرة بهذا الشكل، يعني في الحرقة؟ كما شفنا الحالة هذه الاجتماعية وشعب جزائري راه معاه والحمد لله. تفضل معمر. اسمح لي امام، احنا في الجزائر كيفاش نقول لك، لي زون دي كابي في الجزائر محقورين. حاجه الاولى هذه معروفه، حاجه الدوزيام نظره الناس يخزروا فيك واحد الخزره تقول كفام، تقول لي حقروك بزاف بالعين. انا هذه اللي ما قدرتش. اسمح لي امام، صحابي اللي كانوا معايا بكري كانوا يعيطوا لي، كانوا يهضروا واكش لي فيتير، مازالهم يهضروا صح يهضروا الناس كدايا، بصح صحابي اللي كانوا ابروش ليا بزاف شغل ما فهمت، شغل عياو مني بالك على بالي بالك راهو مني جبدوا كاع راهم عليا. تما خممت نروح عند الناس اللي تعرف قيمتك، ماذا بيا نحرق منها، ماذا بيا هما نعاود نرفد روحي ونرجع الخير الجدي اللي داروا فيا. تما هذه الحاجه اللي حبيت نروح انا، ما قدرتش نعيش لهنايا. على بالي راني فاهمك في هذه، راك فاهمني خويا، والله غير راني معاك قلب وربك فاهمني. مي على بالك بلي تسوي سيدي ولا تحرق، ديجاك راهي حارق، ما تضمن روحك لا الا لا توصل الا ما توصلش، ما عبالكش كاع واش كاين واش راهو يستنى فيك الهيه، اسكو يرفدوك اسكو ما يرفدوكش، على بالك سي با فاسيل. على بالك الناس راهي تروح بصحتها وقاعد يغبنوا ليها، ما عندك ديبلوم ما عندك والو فهمني، اقراي على جال لي بروتاز على بالي بصح شويه وروح. مانيش نقول لك ما تروحش بصرا بطريقه قانونيه، كاين لي سوليسيون، كاين بزاف حلول راك فهمني يا حبيبي. والشعب الجزائري اقسم بالله العلي العظيم، انا درت البلدان انا سافرنا والله العظيم ما كان شعب حنين وكريم ورجله والنيف كيما الشعب الجزائري، نقسم لك بالله العلي العظيم. وتروح ما على باليش اي واحد فينا في هذه الدنيا قاعيتك اللي راهم يشوفوا فينا قاعيتك قادر يولي اونديكابي اليوم غدوه يولي اونديكابي اكسيدون اي عفسه يولي اونديكابي. يبقى الانسان ما يستشفاش وما يضحكش على اخوه ويعاونه، ولا ما قدرش يعاونه بالدراهم ولا كيكس سوا يعاونه بالدعاء، يرفد يديه ويدعي ربو يدعي ربي وان شاء الله ربي يشافيه وان شاء الله يشفي كاع امه محمد ان شاء الله. يعطيك الصحه بلال بركود على هذه الرساله. الان واش تغير انت؟ حاولت تنتحر؟ مع ربي سبحانه الانتحار حرام. يسمى انت يا على بالك شغل ماكش مأمن بقضاء الله وقداره، شغل هذه حاجة تاع ربي، أي إنسان قادر يبتليه ربي في ذي الدنيا راك فاهمني. اصبر خويا قلت لك اصبر، دير نداء تاعك أو جا ربي جاب لك ذي الحصة أو ربي جاب لك رئيس جمعية ما شاء الله راك معايا، راهم واقفين معاك داروا لي جلسة ما يعاونوا بالشي اللي يقدروا عليه. على باليش أنا كراني في الدار وسط حصة كيما هذه نستعد ندير الخير. خويا معمر كاينه مفاجأة، البرنامج راه تكلف كاع بالتكاليف وتروح داوي خويا وسي بون خويا. الحمد لله صدق راسي الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. سنسنا بلا دقيقة الشاك ب 550 مليون سنتيم. علي يا ربي تفضل معاك، تفضل باركودا اقلب الشاك
الحمد لله ربي يفتح عليك حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله. يطول عمرك ان شاء الله. ماما اتمنى صحيح. اتفضل. صحيح. اتفضل. نشكر الجمعية الخيرية وجزاهم الله بالخير، وان شاء الله وليدي وليدي معمر يوقف على كرهيه ويولي كيما الناس، ونشكر ربي سبحانه وتبارك الله فيكم. معمر تأثر، حاب ياخذ الكلمة، تفضل معمر. ماذا بيا الشك هذاك تعطوه لي ليا؟ شك راهو عند رئيس الجمعية. الجمعية نتكفل به إن شاء الله. ماذا بيا بيسك اسمحوا لي دقيقة برك. باسكو هو راهو هضر مقبل باللي دخلوا الكونت دخل 160 مليون، هي دخلت 270 مليون. لا اللي ما هضرهاش. دخلت 270 مليون ماشي 160. يعني كيف مليون. دخلت 270 مليون؟ دخلت 270 مليون تسمى هو هضر 160 مليون تسمى الاخرين سرقهم. سي زواوي نصر الدين. انا ما فهمتش، تقدر توضح لي النقطة هذه؟ انا ما والله هذا نسمع هذه الهضرة هذه ما دقيقة بلال دقيقة نطلب من المخرج. دخلوا له 160 مليون. نحيل الموسيقى فقط بلال، معليش نخفض الموسيقى. نعم تفضل. دخلوا 160 مليون وهذه هي. قال لك ما دخلتليش هذيك لاصوم انا يا ست هذيك لاصوم. ما فهمش دوكا شغل هو حب نروحوا كما درتوا لا بيبليسيتي هو ليه باش يدخلوا في الكونت ديالو. فوالا لانه مشاهدينا ولا راكم تستغلوا في هذوليكا ما على باليش والله ما على بالي. هو اللي يقول لكم هو هذا الكرسي المتحرك انا عطيته له. شكون عطاك هذا الكرسي المتحرك هذا؟ عطاته لي الجمعيه الكرسي هذا. سرق فيا عيب عليك. والدوزيام دخلت 270 مليون. هاك سرق فيا. وهو ديك لا 160 مليون. لا حول ولا قوه الا بالله. كان ما شرا والو وراه بدل الطونوبيل. تفضل تفضل تفضل. انا نروح ندي هذا الكرسي. كرسي متاح نداوي فيه معايا. لا 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 سراق انت. لا سير سرقتي سير سرقتي فقط. لا سير سرقتي سير سرقتي فقط. حياتك لا 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 باراكودا باراكودا. الكرسي هذا انا اللي نديه هذا الكرسي تاعي هذا. قصه مصرات. لا انا رجل انا رخيص يا وانا رجل انا رخيص ايه واش بك كيس مكسرات انت يا وانا بس بس من هرب لك هرب من هيك مكسرات ما ضرب يا وانا رجل واش بك باغي تضربني مكسرات انا رجل انا صارت خلوا لي فاهمه انا رجل انا مكسرات لا لا مش هكذا سكت بالله فمك انا رجل انا سكت بالله فمك انت بزق عليا اي نبزق عليك هاي نخرج الرخص هاي نخرج بالراس ناس شي بعد لا باراكودا باراكودا لا بلال 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 لا لا نحوس عليا نشكي بيك تير عليك الطابله نحوس عليك نشكي بيك نحوس عليا ولا كيفاه نشكي بيك خلاص خلاص دقيقه دقيقه سمعوا سمعوا فقط لا لا سمعوا برك باراكودا دقيقه دقيقه نسمعوا خلينا نكملوا الحلقه نسمعوا وبعدين نعملوا الريف ربما يرجعهم له ربما خلينا نفهموا فقط انا ودي عليك تو اروح قبلني بلال عليك اروح قبلني اروح عصير اروح قبلني عليك اروح واش قاعد يروح عليك تو اروح اروح يا يا اروح عليك تو اروح تضربوا نحصل لنا تو اروح اروح عليك تو لا بركه بركه يا عليك تو اروح يا سين نصر الدين ما تفضلش يا سين نصر الدين ما تفضلش اروح قبلني هاني قابلت اروح قبلني اروح عليك تو اروح هاني قابلتك عليك تو اروح اروح قبلني واش قاعد دير اروح قبلني عليك هارب على راك باغي تضربني اي ترى راجل اروح نهضر معاك جيت ها اروح نهضر معاك فمك باش يبيه معليش اروح نهضر معاك تفضلك روح تفضل معليش اروح نهضر معاك تهدوا الاعصاب عليك تو اروح بالخيس يا مش راجل روح تفضل جلس لي خلاص اجلس لي هذوليك هذو اجلس لي مش راجل ولا مخ راجل ودي الكرسي الموتي اقسم لك بالله مخ راجل اروح هذاك توشي جاك انت توشي توشي وتحاولوا نفهموا القضية هذه معليش لا 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 من فضلك لا لا ما تكسرليش الديكور لا خلينا نفهم من فضلك سيدي واش قاعد دير واش قاعد دير انا جيت علاه يعني تفضل يا سي سردين علاه تشعل لي يروى يا رب علاه تشعل لي يروى نهضر معاك ما تنساش يروى نهضر معاك خلاص يروى خلاص يروى يروى خلاص سي بلال واش بك واش بك يروى انا جيت يروى أرواح خلاص 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 روح قعد روح قعد لا لا تفضل جلس سجل سجل اجلس نهدئ الامور تبك راجل رخيص انا راجل انا راجل دير ديك الحياه ترى ترى واش واش شوتي واش كاين انت هيا انت واش كاين ترى راجل 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 وين راجل وين راجل عندك صوره برواح اسمع بركه كتقطع لي كوستيم ايه
أرواحنا أرواحنا أرواحنا. مشاهدينا الكرام، كما شفتوا معنا في حلقة اليوم باراكودا هو اللي كان ضحية الكاميرا الخفية. ردوا بالكم سيزون 3 توجور مع خويا فيصل ومعمر عمي موسى وليكيب، قاعدكم صحة. خويا باراكودا وش رايك؟ بعد عليا وخاطيني وخاطيكم اليوم اللي صرتي تقولكم ردوا بالكم ردوا بالكم من هذا. واعر 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 واعر. واش نقولكم خويا؟ احنا رانا مع هذا الفئة وان شاء الله بربي الدولة الجزائرية تهلا فيهم ان شاء الله بربي. وعجبتني صح سخنت وقعيتيك ومنه ومن هيه، مي الميساج تاع الحصه اللي وصلتوه حاجه شابه، باسكو الناس هذو اللي يستغلوا في الفئه المعوزه هذه اللي رانا نشوفوا فيها. ان شاء الله ربي ربي يفتح عليك ان شاء الله بربي ان شاء الله. وتحسب غاب مازال غاضري غاب مازال غايض.